يعقد مجلس النواب اليوم جلسة طارئة لنظر كتاب رئيس الجمهورية بإجراء تعديل وزاري، هذا وقد شهدت حكومة شريف إسماعيل تعديلها الأول في مارس 2016 والذي شمل 10 حقائب وزارية وأربعة نواب للوزراء، بينما أقر البرلمان التعديل الثاني في جلسته العامة في فبراير من العام المنصرم لتغيير 9 حقائب وزارية وتعيين 4 نواب للوزراء. ومن المتوقع أن يشمل التعديل الجديد من 5 إلى 7 وزراء في المجموعة الاقتصادية والخدمية.